آثار السلف بعد رمضان. قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إن أفطر رمضان لا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب، ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر عصى ربه فصيامه عليه مردود. قيل لبشر الحافي: إن قوما يتعبدون في رمضان ويجتهدون في الأعمال، فإذا انسلخ تركوا. قال: بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. هكذا هذا الشهر العظيم شهر رمضان، الأعمال الصالحات فيه والصدقات والنفقات والتسبيح والتهليل والتحميل والتكبير وقراءة القرآن، كلها من أسباب المغفرة، كلها من أسباب العشق من النار. وهكذا في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي كل وقت، هذه الأعمال الصالحات كلها من أسباب المغفرة في أي وقت وفي أي مكان، في السماء وفي الأرض، في أي مكان كنت ولو في بطن صحراء، هذه الأسباب كلها من أسباب المغفرة والعشق من النار. فاستكف منها أينما كنت، في البر والبحر، في السيارة، في الباخرة، في الطائرة، في البيت، على الفراش، في كل مكان، احرص على هذه الأشياء، افعل منها ما تستطيع من الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقات والإنفاق في وجوه الخير وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل في أي وقت كان، ليس خاصا برمضان، في رمضان وفي شهر الحجة وفي شوال وفي صفر وفي كل وقت وفي كل مكان، في بيتك وفي الطريق وفي السيارة وفي الباخرة وفي الطائرة وفي كل مكان ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم المزيد من الخير، وأن يختمنا ولكم بخاتمة الحسنة، ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لا حول ولا قوة إلا بالله.